نوفمبر 2014 في بيبر 1 فاريانت 1. والسؤال الخامس، وسؤال يا جماعه تقدر ما تعتبر السؤال ذكاء، تقدر تعتبره فزوره اكتر منه سؤال فيزيكس. بيقول يا جماعه هنا في اوبجكت وهنا حاطط لود، خلاص. طيب لما حط في الكفه دي الاوزان دي 0.1 0.1 0.05 0.02 مع بعض، بالانس تيبس داون سلايتلي تو ذا ليفت. ده الليفت يا جماعه، يعني لما حطينا الاوزان دي البالانس ده نزل لتحت. طب دول بكام يا جماعه؟ دول ب 0.27. لما حطينا الاوزان دي في الكفه اللي هنا بالانس تيبس داون سلايتلي تو ذا رايت هاند سايد، دول كام يا جماعه؟ لو جمعناهم هتلاقوا 0.31. يبقى تعالوا نشوف ايه اللي حصل. لما حطينا يا جماعه في الكفه دي 0.27، حصل ان الاوبجكت هو اللي كسب، الاوبجكت هو اللي غلب. جينا في حاله تانية يا جماعه، اذا ده معناه ايه يا جماعه؟ ده معناه ان الاوبجكت ده وزنه اكتر من 0.27 نيوتن. ايه اللي حصل بقى يا جماعه؟ لما حطينا في الكفه دي 0.31 نيوتن، اللي حصل ان الـ ان الـ ان الاوبجكت اتغلب. يبقى ده معناه ان 0.31 هو اللي هي اللي كسبت. ده معناه ان ان الاوبجكت بتاعي اقل من 0.31. يبقى الرسمتين اللي قدامي دول معناهم ايه؟ نرجع كده تاني. الرسمتين اللي قدامي معناهم ايه؟ ان الاوبجكت اتقل من 0.27 بس اخف من 0.31. تاني الاوبجكت بتاعي اتقل من 0.27 بس اخف من 0.31. يعني الاوبجكت يا جماعه ما بين ال 0.27 وال 0.31، مين الرقم الوحيد اللي قدامك اللي يعتبر ما بين ال 0.27 وال 0.31 يا جماعه؟ مين ال 0.27؟ مجموع اللودز دي. مين ال 0.31؟ مجموع اللودز دي. الاجابه يا جماعه واضحه، تكون 0.29. ما اقدرش اقول ده سؤال فيزيكس، تقدر تعتبره فزوره، تقدر تعتبره اي شيء من هذا القبيل، يعني يعتبر برضو سؤال الى حد ما بيزيكس، يعني ما هوش، ولو انه طبعا في نيوتن وويت فهو يمشي برضو تبع الويت.